إذا حق القمشة ما لقيت كالكوليتر تساعدكم، ولكن راح أعطيكم بعض النصائح إنكم تمشون عليها. أوكي، الأقمشة أول شيء تفهمون إن في شيء سادة وفي شيء منقص وفي شيء مخطط وفي شيء منقش. كل نوع من القماش له حسبة مختلفة، لأن القماش السادة مو مشكلة وين ما تحطينه راح يمشي وما راح يصير عندنا مشكلة بالنقوش. ولكن إذا مثلا عندي نقشة الليمون، نقشة هذه معناته راح يصير في شوية هدر بالقماش عشان الخطوط تلتقي. هذا يسمونه التكرار بالنقشة أو repeat بالإنجليزي. مثلا هني خلينا نشوف، هذه لها فكرة مهمة. مقاس التكرار أو حجم النقشة من أولها لما ترد تتكرر مرة ثانية، هذا الرقم وايد مهم بحساب كمية القماش والوالبيبر. رجع بس الحين هذا ذكرني بشيء ثاني، إذا الوالبيبر فيه نقوش ترى الحسبة اللي سويناها مساعة يمكن ما تنفع، هذا حق الشيء السادة. اللي بعلمكم إياه على القمشة تطبقونه على الرقم اللي ييكم بالوالبيبر. أوكي، النقشة هذه خلينا نفترض مقاسها 40 سنتي، يعني عشان القماش اللي يمه أو الوالبيبر اللي يمه يتطابق ويمشي التصميم مع بعض راح نهدر أو نقص ماكسيمم 40 سنتي من الرول أو من القماش نفسه. فهمتوا؟ إذا بنقرب الموضوع ونسهل عليكم، إذا النقوش مقاسها خلينا نقول 40 سنتي، فمحتاجين على الأقل 35% زيادة، 40% زيادة من القماش. فكذي دائما نفضل النقوش الكبيرة ما نحطها بالقطع الكبيرة، لأن راح يصير عندي هدر وايد بالقماش وما راح نقدر نوفر. النقوش الكبيرة وايد أفضل نحطها على مخاد أو كراسي صغيرة في الهدر، ما يصير كثر هدر راح يكون في السوفز الكبار. وإذا النقشة مقاسها 10 سنتي، فإحنا نقول 10% زيادة على القماش. فاهمين الفكرة؟ أقمشتكم عدل، لأن احتمال كبير ترجعين ما تلاقين نفس القماش مرة ثانية. طبعا في منجدين يحسبون لكم وفي شركات والبيبر تحسب لكم وتحكم من هذه المهمة، ولكن إذا كنت راح تطلبين أونلاين بعض الوالبيبرز وراح تطلبين أونلاين القمشة، هذه حسبة سهلة، هذه صورة تساعدكم. ما لقيت كالكليتر تحسب بالضبط مثل الوالبيبر، بس هني في أرقام تقريبية ممكن تستفيدون منها. لكم قنفة بهالشكل مقاسها 2 متر محتاجة 10 متر، مقاسها 2.70 متر محتاجة 12 متر. شيء بهالحجم بهالشكل يعني 1, 2, 3, 4, 5, 6 meters تقريبا محتاجة 30 متر. هذه طويلة وهذه خطوطها سيدة، ما هي مثل هذه فيها زيادة قماش. فهني يقول لكم 180 محتاجين 9.2، 2 متر 10، 2.70 متر. كرسي مثل هذا يحتاج 4.5، كرسي مثل هذا يحتاج 6.5، 3.5، 3.5. الحين بصور لكم إياها، سووا كابتشر. أكيد فهمتوا، إذا إحنا بنحط قماش منقش على هذه ومحتاجين 10 متر والنقوش 20 سنتي مقاسها، نزيد 20% على العمل. مخاد تحتاجون 0.5 متر حق المخاد اللي مقاسه من 35 إلى 45 سنتي مربعين. مخدتك مقاسها 50 × 50 ولا 60 × 60 راح تحتاجين حق كل مخدة متر. هذه الأرقام اللي حاطين لكم إياها بناء على عرض قماش 1.40 متر اللي هو ستاندرد، عرض الواحد 1.40 متر مو أكبر أو أصغر. تذكرون أمس بالمستشفى شلون وريتكم الأرض وقلت لكم مفروض الأرض تكون فينايل والأرض هي جزء من النعلة والنعلة فيها زاوية ربع دائرة؟ هذا قصدي، مفروض المستشفيات الأرض تكون ربر فينايل ماشية ومرتفع عليه ارتفاع نعلة، وفيهني كيرف عشان لما يبون المساحة ويمسحون الأرض يوصلون حق كل الأجزاء مالت الأرض. شوفوا تركب بهالطريقة، هي مثل الرول. لازم المستشفيات تكون كذي. هذه غرفة مريض مستشفى، تحسون كأنه مصبوب صب، الأرض مصبوبة صب قطعة واحدة. الفينايل هو بعد جريد مال المستشفيات، يعني مستوى المستشفيات، يعني مو عادي، لأن في فينايل حق غرف ألعاب.
في بناية حق المناطق التجارية يسمونهم commercial spaces، هذا يكون medical space، medical grade، يعني التعقيم فيه المستوى الربر كلش ما يربي عليه أي نوع من البكتيريا، فتعقيمه جدا سهل. هذا الشيء وهم هذا وايد أحسن من اللي شفناه أمس. شفتوا هالكراوت الشربتة أو اللي يسمونه الترويبة بالسعودي؟ خشونة، يعني ممكن السيراميك يكون glazed يلمع يتنظف، ولكن هذا يظل فيه شوية خشونة تربى فيه البكتيريا. بالإضافة إلى النعلات، يعني تخيلوا الزاوية هذه استحالة يوصل لها التنظيف بطريقة سليمة. يقول أمس مدزيت السنابس وصلوا لي دايركت أشياء، الواحد يطق على رأسه من دكاترة وناس يشتغلون بالمستشفيات. الأشياء اللي موجودة ويلاقونها بالمستشفيات الحكومية، طبعا أبوي علق تعليق علي أن كل العالم مستشفيات الحكومية كذي، ولكن أرفض لأن إحنا قاعدين نسوي أحسن مستشفيات برا الكويت قروضنا. المهم خلونا على الشيء اللي ضيق خلق، شنو تبون نتكلم عنه بعد؟ شنو أعطيتكم كم موضوع حلو يبيله شوي إنه ينهضم. قررت شكلي بروح أدور سجاد لأنه بحط بغرفة النوم سجاد، رحت حق 50 بس ما عجبني شيء. وين أكو بالكويت سجاد وايد ناعم مريح للمشي، كواليتي جيد وإن ستوك، ما نرح أنطر. أمس تكلمت عن 3 أنواع من الإضاءة اللي يكونوا مسلطين على الحوائط، منهم الوول ووشر اللي هو الإضاءة المخفية اللي تكون متساوية على الطفة كلها، روحوا وشوفوا. ما تكلمت حساب انتيزن كويت هدفه انه يوصل المعلومة بطريقة سريعة من غير أي كلام عشان واحد ما يندوش، فدائما حساب انتيزن كويت يعتمد على الصور والمعلومات السريعة اللي توصل للمتابع بدقيقة. سؤال يجيني كل يوم تقريبا 2 أو 3، فرح يقولون ان الخشب والباركي بحشرات. على حسب علمي الكلام هذا خطأ، ولكن راح أبحث فيه عشان أجيب لكم مستندات وكلام مستندات لكم أشياء تثبت إن هذا الكلام غلط، ويمكن صح ما أدري، بس أنا اللي عارف ولا مر علي شيء. يمكن تي حشرة من برا وتأكل الخشب لأنها تتغذى على الخشب، فإذا كانت الخشب تأكل الباب تأكل الأثاث تأكل كل شيء. بس قريبا راح نتكلم هالموضوع في تعامل